جيت من شوف تطاويل من تطاويل كيفاش خرجت من الدار؟ خرجت العشرة ونص تاع الليل. العشرة ونص تاع الليل جيت من اجل انك تحتفل في شارع بورقيبه ولا تحتفل؟ نفتحل تحتفل؟ لا جيت تحتج. اليوم 25 جويلية هو عيد جمهورية في بلادنا. اي اصل فيه عيد جمهورية، عيد جمهورية، لكن وين الجمهورية؟ جمهورية بعد الانقلاب اللي وقع على حريات الناس، نهضت الشعب التونسي وقت اللي خرج ورفع السلاح على المستعمر وكل شيء باش يتقابل بالوضعية هذه. شبيه الوضعية؟ وضعية انفراد بالسلطة، انفراد بالسلطة. قام بالإغلاق البرلمان بدبابة. أو عنا برلمان جديد منتخب بنسبة مشاركة، أقل مشاركة في العالم، نسبة متاع 10%. إن صحت ب10%. كيفاش بالشعب التونسي؟ ما 90 كيفاش نعملوا لهم الآخرين؟ أبعثوهم في الحرة. دونك أنت اليوم جيت من تطاوين في السخانة هذه 49. إحنا أنا دفعت برشا، أنا بقيت في الاختفاء 11 عام في الاختفاء. وين مختفي؟ وعلاش؟ اختفيت لأني نحمل فكر، أنا في من عهد من أيام بورقيبة كنت من السياسة معارض فكريا، انا عارض احط مثال سياسيا، ما عنديش عارض، رفعت السلاح لا عملت حد شيء، اما كنت فكر ان نحمل فكر مخالف للفكر اللي موجود وقتها سياسيا. فهمت؟ شنو هو الفكر اللي تحمله؟ الفكر السياسي، انا دافع الحريه، انا نحمل فكر، انا اعطي الحريه في البلاد من اجل الديمقراطيه. شنو يعني نحمل فكر؟ انا نحمل فكر ديمقراطيه، ماذا بيا نحط مثال ناس اولادي يعيشوا في مناخ نتاع حريه، ماذا بيا اولادي يعيشوا في مناخ نتاع حريه. هكذا نتمنى لهم يا اخي اولادي اللي ساكن كيما يخاف عليهم من الحر، يخاف عليهم من الجوع، ما يخاف عليهم ان يعيشوا في مناخ نتاع ديكتاتوريه فقط. هذا اللي عشته في الفتره نتاع بورقيبه، وعشته في فتره بن علي، وانا تسجنت في فتره بن علي وقت اللي جت الثوره والانتفاضه وكما كل حد كيف يسميها. تأمننا خير، انتخبنا برلمان وقلنا فهمتي لا على علاته، قلنا خلى فهمتي لا مرحليا الناس على الاقل تقع دربه حتى لي نحطوا مثال، ماذا بينا نتحرك. وتقعنا الشوك، الصدمه وقت اللي جاء فهمتي لا قيس سعيد سكر البرلمان بدبابة. رمزية الدبابة أنك ما عادش تحط بتواجه الناس الجيش، تواجه الجيش أنا عندها رمزية مش حاجة عادية. معنا وقت يجي يحط دبابة في قدام برلمان تحمل رمزية أن اللي تعارضوا فيها شعب تونسي راهو الجيش نتاعكم. غلق البرلمان كان بمطلب شعبي. شعبي معنا كلمة شعبي على إطلاقها، شعبي هذه شعبي راهي جزء من عقد القوات. الشعب وقت يحدد الصندوق يحدد النسبة نتاع المشاركة. هل شعب نجم نخرجوا احنا نمثلوا الشعب التونسي تو موجودين؟ ما نمثلوش الشعب التونسي، احنا جزء من الشعب التونسي تو موجودين. قياداتكم يحكيوا باسم الشعب؟ لا مش على إطلاق، مش صحيح، مش حتى 1%. لا عاد انا احنا كيما قلت لك هي شنو معناها الديمقراطيه؟ هي انك تمثل. سامحني نحكيو على الديمقراطيه ولا الفلاسفه، شكون قراها الديمقراطيه في البلاد ولا في العالم؟ امريكا ديمقراطيه؟ خلينا نحكي المواضيع ساعه هل التوصيفات السياسيه، لا خلينا نحكي مع السياسه، نحكي علم السياسه، خلينا من هذا وخلينا من هذا وخلينا شنو معناها الديمقراطيه؟ سامحني خلينا نحكي. اعطيني حل بالله سامحني. مش هذيك حلول، اعطيني حل فيك ساعه انت. انا الديمقراطيه على الاقل افضل ما هو موجود. انا الديمقراطيه يا شباب علاش سامحني؟ الديمقراطية يا باش تقول هيك انا ديمقراطية؟ انت ما وصلت قلت انت افضل ما موجود. تعطيني الديفينيسيون تاع الديمقراطية ونعطيها لك انا حاجتين. باهي انا باش نعطيك العلوم السياسية الستة اللي ماشي بهم العالم الكل ما عدا النظم الدينية، واضحين؟ ما عدا الدين جا بهم. شكون اللي جا بهم؟ جا بهم ارسطو واضحين؟ ها ارسطو اش جا؟ عمل ثلاثة نظم باهية ومقابلين ثلاثة نظم خانجة خايبة ما تصلحش للشعوب. جاء من الأول بالكل في البهين حتى الديكتاتورية. ديغو فرنسا شكون حكمهم؟ يقول الروس وقت اللي كان تحت. نجاوبك راهو الروس وقت اللي كان تحت الرومانوف. ما تحب تسمع؟ ما تخش على كل كلمه، اسمع وجاوب. لا اسمع وجاوب، اسمع وجاوب. ما نجمش كي نعطيك بروفه في التاريخ. اسمع وجاوب. الروسيا اش كانت قبل؟ خليه
الروسيا الروسيا ما يخليوكش تكلم راهو ما يتعلموش ما يتعلموش قارين وما يتعلموش ما يتعلموش انت اللي تجاوزت انا جاي نحكي توا في علم سياسي هكا ولا نحكي على المنظمات انا استاذ جامعي ودكتور فلسفه سياسيه ودكتور في تاريخ الحضاره نظريه هذه نظريه عايش خويا انا مش نحكي لك عن نظريات انت ما خليتيش انت ما تحبش تسمع انا مش نحكيهم لك الكل انت 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 تسال فيا تقول ديمقراطيه انا هذا حوار الاطرش هذا ديالوج دي سور ديالوج دي سور لا تحب تسمعني لا نحب نسمعك نحكي مع المدام خلي الجمهور يسمع خلي الجمهور يسمع خلي الجمهور يسمع انا قلت خلي ديمقراطيه قلت باش نسميهم لك الكل شنو الحل فهمني جاوبني هو باش نعطيك الحل حتى نسميهم لك الساعه باش نعطيك الحل لا باش نسميهم لك من غير ما نسميهم لك ما فماش حل مش لازم تسمعني انت الديمقراطيه ما تعملش بها باش يجيو باش يشاوشوا مش باش يسمعوا الحل الديمقراطيه ما تعملش بها ما يحلموش انت اللي قصيت على الحوار انا ماليش في الديمقراطيه ولا بالديكتاتوريه ولا بالارستقراطيه ولا بالاوليغارشيه ولا بحتى واحده انا نفسر لك فيهم اللي هما كذبة انا فسر لك فيهم اللي هما قيس سعيد كذبة على الشعوب ما تشوفش قيس سعيد خلي حر برا برا اسمع علاش خرجت اليوم للشارع؟ حتى نعبر على مواقف داخلنا مواقف؟ داخلنا تخالجونا باش نعبروا على عدم رضانا على الوضع اللي قالته للبلاد البلاد قاعدة تمشي من سيء إلى أسوأ أنت حسب رأيك البلاد ماشي تقدم ولا العكس؟ لا ماشي للأسوأ صرنا ما عادش نجموا نحملوا بعضنا في نقاشات أكثر مجرد نقاش نقلب العركة تو مش أول نقاش نقلب العركة. طيب هذه تبادل الآراء مش عركة. لا ولات عركة أصلاً. ما هوش كان هكذا تبادل الآراء بالشكل هذا بشكل حاد هكا. في حدة كبيرة احنا مازلنا ما عادش نتعاملوا مع بعضنا وبعدنا برشا على الخط. منين جيت أنت مسؤول؟ أنا جيت من بنزرت. من بنزرت. اليوم تقريباً 49 سخانة. كيفاش تحملت المشاكل؟ عادي اللي يحب يضحي ما تعرفش اللي يحب يضحي اللي عنده هدف في مخه لازم يضحي عليه. عادي احنا جينا بطرق سلميه لذلك المهم انها تكون طرق سلميه نعبر على ارائنا بطرق سلميه لا اكثر لا اقل. ما طالبكم بالنسبه لليوم؟ والله اولا نطلق السجناء اللي بالادله بكلام المحامين على الاقل ناخذ الجزء اللي قاعد مسموع اللي هو المحامين لانه يبرعوا ما قاعده ساكته على الامر المحامين يقول لك راه ملفات فارغه فبالضروري لازم يطلق سراحهم يعني علاش اختار هما مجموعه كلها يخرج جوز ويخلي البقيه نقطة استفهام باش ما نجاوبش أكثر من هكا. فما قضاء يقول كلمته نورمالمون. يقول فيهم الكل نفس الملف نفس حسب كلام المحامين طبعا. ما سمعناش النيابة العمومية نعاود نكرر. النيابة العمومية قاعدة ساكتة. ما نعرفش علاش. الأسباب هي أدرى بها. حسب كلام المحامين نفس الأسباب اللي خرج عليها شيماء والأستاذ أزهر هي نفس الملفات عند البقية. علاش يخرجوا زوز والبقية لا. نقطة استفهام. القضاء ماهوش حرة في نهاية الأمر. القضاء جاي باش يطبق قانون. مش على كيف القضاء يفرز يخرج هذا وهذا لا اذا كان ما فماش ادله وكذا علاش ناس في وضعيه كما هكا وفي سخانه كما هكا وكذا ضروري باش نجمعوا راهو باش نجمعوا اذا نسامحوا ونقلبوا الصفحه نتعدوا الصفحه اللي بعدها ونبنوا من غير محاسبه يعني المحاسبه بالوقت يتكون قضاء بالحق معناها ما ينتمي لحتى واحد قضاء قادر يقول لا بالحق حتى في وجه السلطه لابد من فما توازنات في السلطه راهو لابد من قضاء ومعارضه وسلطه هذوما ثلاثه ركائز مع اعلام حر اللي هي الاعلام موجود حريه الاعلام موجوده بتحيط الناس قاعده تعبر لكن مشكله في القضاء تو مشكله بصراحه